والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية. نتحول فيها إلى ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكما إيمان ونهى. والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة فرص تعميق صناعة السجاد في مصر وجذب الصناعات المغذية ومصانع الآلات المستخدمة في هذه الصناعة. وقال رئيس هيئة الاستثمار إن الهيئة ستقوم بجولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي من أهم وسائل توفير النقد الأجنبي وأكثرها استدامة، مؤكدا استمرار تقديم كافة سبل الدعم لصناعة السجاد خاصة للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لمساهمتها المتميزة في التصدير والتشغيل وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصاد المصري. وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوكالة المجرية لترويج الصادرات بروتوكول تعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون لترويج الاستثمارات. وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان أن التوقيع جاء خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصرية المجرية المشترك. ويسهم البروتوكول في العمل على تطوير مشروعات ونظم المعلومات في الموانئ التابعة والتي قد أعلنت الهيئة الاقتصادية عن توقيعه أوائل فبراير الماضي خلال جولة رئيس الهيئة الاقتصادية الترويجية للمجر. تواصل وزارة التنمية المحلية الدفع بسيارات مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك لطرح كميات إضافية من السلع الغذائية التي يتم طرحها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق. وتبلغ نسبة التخفيض من 20% إلى 25% خاصة في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات. كما وصلت الوزارة تكثيف المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، وذلك استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك. ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خاصة من محدودي الدخل ومواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم للظروف الراهنة. استقبل رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام مدير الأسواق العالمية لشركة روش السويسرية يورجروب، وتم بحث سبل التعاون والدعم اللازمة لسرعة إتاحة المستحضرات المبتكرة والحديثة وتوطين تصنيعها محليا. وناقش الطرفان التطور التشريعي الذي تم بمصر في مجال تنظيم الدراسات الإكلينيكية وما له من أثر إيجابي فيما يخص دعم توطين المستحضرات المبتكرة بمصر. ومن جانبه أعرب يورج عن تقديره للدورة الرقابية والدعم الفني الذي تقدمه الهيئة لمشاريع الشركة الخاصة بتوطين صناعة مستحضراتها المبتكرة في مصر. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات شهر مارس بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وسط تداولات متوسطة. وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه يغلق عند مستوى 1.93 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان
بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة. وقفز مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مدعومة بالبيانات القوية لقطاع التصنيع الصيني، مما يعزز الأمال في تعافي الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 72% ليصل إلى 84.5 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 79% مسجلة 77.66 دولارا للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.83 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.75% لتسجل 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أقرت المفوضية الأوروبية تقييما أوليا إيجابيا لطلب الدنمارك بصرف 300 مليون يورو من المنح في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود التابع لها. وذكرت المفوضية أن الدنمارك قدمت في 16 من شهر ديسمبر الماضي إلى المفوضية طلب دفع بناء على تحقيق 23 معلما وهدفين تم تحديدهما في قرار المجلس التنفيذي الخاص بصرف الدفعة الأولى، وهي تغطي الإصلاحات التي تعد جزءا من الإصلاح الضريبي الأخضر، كذلك المتعلقة برقمنة النظام الصحي والعديد من المعالم والأهداف التي تتعلق أيضا بتدابير الاستثمار الرئيسية في مجالات التحول الأخضر للزراعة والبيئة وكفاءة الطاقة والمركبات والعبارات النظيفة والبحوث. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى إيمان ونهى. شكرا جزيلا لك ميرنا.